مرحبا بكم سيدتي انساتي سادتي، رجعنا لكم اليوم في فيديو كما تشوفوا المره دي في الكوزينه. برشا منكم استعشوا الوصفات نتاع الطباخ الشيف الدكتور سيفو الباج، هذاك علاش رجعنا لكم اليوم باش نحققوا حلم برشا شباب منكم، على خاطر شكون فينا ما تفرجش في الافلام نتاع الامريكان وشافك الماكدونالدز وك البرجر كينج وكعبه البرجر ويبداو يتشهاو العباد. هذاك علاش انا قررت اليوم باش ناخذ على عاتق المسؤوليه نتاع نفسر لكم كيفاش نعملوا برجر. خلينا نجيو طويكة للمكونات، شنو هو نسحقو باش نعملو البرجر المثالي. كما تشوفوا كنا محاضرين معايا لهنا، فهم شكون ناقص. كما تشوفوا كنا محاضرين معايا، عندنا الخبز، عندنا البصل، عندنا الطماطم، ماكم تشوفوا. لحظة برك سامحني، نسيت لي انتوما معاقين ما تنجموا تحركوا، كان ما انا نسمح لكم باش تتحركوا. به دونك فوالا، عندنا الخبز، بصل، طماطم، ماذا بينا تكون كعبة طماطم عريضة شوية، فهمتني؟ نفسر لكم علاش من بعد. لحم مفروم كيما نشوفوا، خس، جبن نتاع برجر، فهمتني؟ وأخيرا وليس آخرا المايونيز. به تويكا باش نبداو عملية الطبخ نتاعنا، نسحقوا كيما تشوفوا قلاية، فوالا نحطوها، نحطو على نار معتدلة شوية، معناتها نتاع أنا عندي لهنا من صفر حتىكش ثلاثة، أنا باش نحط اثنين مثلا. وقت اللي الشيء ذا يقعد يسخن، احنا نحضروا اللحم نتاعنا. اللحم نتاعنا لازمنا نصنعوه في الشكل نتاع البرجر، اما لهنا فما برشا خبره، فما برشا حاجات دي تخوك ان بو مانيفيك اللي لازم انا نحكي لكم عليهم. دونك قعدوا معنا. باش نقصوا زاد البصل، باش نقصوا زاد الطماطم، الجبن يجي في مرحله اخيره، المايونيز يجي في مرحله اخيره، والخس طبعا ليكم شنو نعملوا. اذا يا سيدي بسيدك، خلينا نبداو باللحم. هاي بالنسبة لعملية تحضير اللحم، هذايا عندي لهنا 500 غرام كيما نشوفوا، اللي هو نورمالمون يكفيك باش تعمل 4 كعبات برجر نورمالمون، فهمتني؟ هذاك علاش أنا وأخيرا باش نجم نستعمل الحاجات اللي قريتهم في الليسية على المات، باش نحاول نوظفهم لهنا. إذا كي باش نقسمو هذه على 4 نقسموها على 2، ومن بعد في نص هذاك نعاودو نقسموه على 2، فوالا يسلم قرايتي. به تقريب هذه هي تقريب، يعني تجي كلمة شغلت. به زيادة الخير ما فيها ندامة، هو يقول لك معناتها. دونك ولا لا، خلينا نزيد شوية. به بالطبيعة نكونوا غاسلين يدينا، فهمتني؟ لما حالك تغسل يديك مش باش يجي بنين البرجر كيما في الحوانت الاخرين، على خاطر ما تعرف الخمج هو شطر البنه. هذاك علاش نتصور من اشهر الاسامي في المدن نتاعكم، باس تلقاه عنده اسم تاع عنده اسم، الاسم الحركي نتاعو يكون ديما في حاجه مسخه، فهمتني؟ احنا منز بورقيبه عن عز الدين تلوث، فهمتني؟ نتصور كل بلاد ورطالها، به نعملوا طويكه اللحمه نتاعنا، فهمتني؟ نفورموها بالطريقه هذيا، نخلوها تاخذ يعني الشكل اللي حشنا بيه نتاع البرجر كيما نشوفوا. به فوالا، نطرحوها شويه، نحاولوا ديما نعملوها عريضه، فهمتني؟ وجويده. علاش؟ على خاطر من بعد كي باش تطيبها باش تبدا تتلم، باش تبدا تشرب معناها، فهمتني؟ باش تبدا تبخر الماء نتاعها، وباش تولي بشوي بشوي يعني تصغر. هذاك علاش فهمتني نطرحوها مليح كيما نشوفوا. فوالا، نعطوها الشكل الدائري نتاعها اللي لازم تاخذو، فهمتني؟ به نتصور هكاكا باهية. شنو رايكم انتوما؟ شوف الجمال، شوف تبارك الله، شو مصلي على النبي. طويكا نجيو للفاحات الاولاد، الفاحات ما حكيتلكمش عليهم خاطر طو باش نحكيلكم عليهم. بالنسبة للفاحات ساهل برشا، معنتها عندك فلفل اكحل وعندك الملح، فهمتني؟ هذاك هو اللي تسحقلو. به بسم الله، ناخذ شوية ملح، بون مش شوية ملح، برشا ملح، فهمتني؟ تحب تحط برشا ملح أما مش برشا، ما عرفش كان فهمتوني ولا. باهي نعطوها ضريبة ملح لهنا هكاكا، ضريبة أخرى هكاكا ملح. باهي نطيب شوية هذايا، طويكا للفلفل الأكحل، نطيبو تو بركا شريتو، فهمتني؟ نسيت نشريت. باهي دونك نفوقوها مليح 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 مليح، اللحم يحب برشا فاح، فهمتني؟ باش ينحي
هكا المطعم الزنخ نتاعو على شنو يقولوا له كيف ولا باهي طويك نقلبوا عشيرة الاخرى ونعاودوا نفس العمليه يعني نشدوها في بعضها شويه باش ما لازم تتحد مع بعضها شوف العرب ايش صار فيهم كي ما تحدوش مع بعضهم تفهم يا برجر التحد مع روحك نعاودوا نحطوا له لهنا الفلفل الاكحل كيف تشوفوا عملية سهلة الحقيقة معناها ما تطلبش منكم مهارة كبيرة برشا الحاجة الباهية في الأكلات اللي نطبقهم أنا بنين برشا لا شك في الشيء هذايا وما يطلبوش منك خبرة كبيرة برشا رشة أخرى ملح كما نعرف أنا بس طويكة شنو تعمل تاخذ هذه فهمتني وتقعد تحاول ترولي فيها على الأجناب هكاك ماذا بينا معناها كل الأجناب زاد يتفوحوا شوف كيفاش العملية تصير معناها بس هكا ونخلوها تبرك لهنا شوي نجيو طويكة للكسرونة نتاعنا ولا لا فما مرحلة أخرى نسيتها أنا اللي هي تقطيع الخضرة بس هذيك دونك اللحمة نتاعنا تمشي تتكى على جنب هذيك فهمتني؟ نعطوها مسحة صغيرة هكا باش ينضاف المكان فهمتني ديما ماذا بينا نخدمو في نظيف معناتها هو كما قلت لكم الوسخ والبنه هما حاجتين ديما يمشيوا مع بعضهم فهمتني انت لازم تعمل ليكيليبر قداش تحب الماكله نتاعك بنينه فيرسس قداش تحب تقعد حي تويك نجيبو كعبه اخرى من هذا كما تشوف ناخذوا زاده خنجر باش نستعملوه باش نقطعوا ولهنا كيفاش تقصوا الولاد حاجه مهمه برشا ماذا بيك البصله نتاعك ما تقصهاش في الوسط بالضبط تقصها اللوطه شويه خاطر الترونش هذيك اللي في الوسط هذيك هي اخشن ترونش تسحق لها يعني تقص لهنا تقريبا هك شويه وهكا شويه فهمتني اوكي دونك مش في النص بالضبط نعرفش كان تشوفوا تشوفوا هكا نزيد قرب لكم شويه تصور قربوا قربوا ما تحشموش تسحقوا حاجه تكلموا راهو ما تحشموش كي خوكم احسبوني خوكم باه دونك نقصوا هذه هكا نعطوها ضربه اخرى ونزيدوها ضربه اخرى بدات تتفرك شد روحك عاد شوي شد روحك يا عمرك ما تقصيت من قبل ما تعرفش تقص باه فوالا دونك عندنا زوج شرايح هذا من طاب صل يكفيو هذه تنجم تخلوها لاستعمال لاحق معناتها حطو على جنب هذا هي امور بصل فهمتني شفتوها هذه السر هو انك ما تنحيش الكسره من برا على خاطر تو بالسخانه تو حاجه تطلع فهمتني وتعمل تك هكا وتنحيها تنوريكم بعد كيفاش تصير عمليه بالنسبه للطماطم طويكه زادة سهله جدا العمليه ماذا بيك تقص ترونش كما نعرف انا هكاك لهنا فوالا هذه هي الترونش الوحيده اللي سحقولها هذا زاد نحطو في الفريجيدير الاستعمالات لاحقه باه ويقعد لنا كان الخس تويك بالنسبه للخس بسيط جدا 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 التعامل معاه يعني ولد عائله ولد فاميليا هذا فوالا اوكي ناخذ اذا وحده ورقه من الورقات هذوما وكهو والباقي يمشي على روحه شوفوا معناه حتى استعمال المكونات مش برشا فهمتني باهي اكله للزوالي هذه باش تولي العجه جديده في تونس اوكي باهي شنو يقعد طويكة يقعد وانه ناخذ الخبز نتاعنا به مقصوصة حاضرة مقصوصة كما تشوفوها لهنا خليني نوريكم وين الكاميرا هاي هاي الخبز نتاعنا اذا جاهز شنو نعملو لها فهمتني ناخذ الزيت نحطو ماكم تشوفوا في كسرونة يظهر لي ولا هاي سي بون راكم تو تشوفوا ضريبة زيت فهمتني نخليو الضريبة الزيت هذه تنتشر معناها كيف باه طويكة باش يبدا الجو الولاد طويكة باش يبدا الطبخ الكل خليني نزوميكم اكثر على الطنجرة ولا القلاية باهي من المفروض هكاك قاعدين نشوفوا جوكم احلى جو اوكي تسخن شوية خليها القلاية نتاعنا فهمتني من بعد هيك نحط الخبزات نتاعنا باهيين هما كيف باش يوليو يتقرشوا شويه في الداخل واللي هي هذيك لا سبيسياليتي دو بورغور جيلي فيشو فهمتني هاك القرمشه هذيك هي الحاجه الوحيده اللي ما تلقاها كان عندنا احنا صاحبي لهنا هذاك علاش كعب البرجر احنا نبيعوه لكم ب 8000 فهمتني خاطر الاعتناء بالتفاصيل اعتناء بالتفاصيل يا رجال لازمكم تهتموا بالتفاصيل برشا راهي هذه حاجه البنات يحلبوا لها فهمتني يعرفوا انه الراجل اللي يتلهى بالتفاصيل وانه اللي ما تلهاش
فهمتني؟ وهذه هي حاجه كيما قلت لكم باش تعاونكم برشا في الحياه الجنسيه نتاعكم في المستقبل. بس عندنا هذه باش نمشيو نغسلوها تو مادام هذايا قاعد الخبز نتاعنا قاعد يتحمص فهمتني؟ اوكي الخسه نتاعنا قاعده تستقطر تو خليني نوريكم الدهاء نتاعي ترى خليني نوريكم كيفاش حاط الخسه تستقطر ريتها تبارك الله تبارك الله هي سركتيه. نعمل نطلع الخبزات نتاعنا نردوا بالنا اللي يتحركوا خاطر يتحركوا فيسع معناها ديما نعسوا عليهم خل نمسوا بدات تتكون القرمشه اللي نحكي لكم عليه. لو طون اللي الخبز نتاعنا يطيب هاي اللحمه نتاعنا تستنى طويله لهنا باش نزيدها ضربه فلفل اكحل ظهرت لي كاينها ما يشكح لك كما لازم. فوالا شويه على جناب سكسي لوف سكسي لوف برجر هذا باش نسميه سكسي لوف. عنوان الحلقه هذه باش يكون برجر السكسي لوف فهمتني خاطر كله بالحب وفي نفس الوقت سكسي برشا البرجر هذا. ترى خلينا نطلع مره اخرى على الخبز سي بون بدينا نقربوا معناها للمستوى اللي حاجتنا به كما تشوفوا شوفوا الكولور كيفاش اللون نتاع الذهب فهمتني اللون نتاع الكراميل لو سمات لو يا الزبي مش عادي والله مش عادي مش عادي سي بون يزي هكاك ما نكسرولوش برشا فهمتني هويكا نجيو للمامو الاولاد ضربه اخرى زيت فهمت الله كل شيء بزيت زيتون احنا ما نرحموش صاحبي فهمني الريستورون تاعني يقدم كان التوب كواليتي ويقدم كان حاجات صحيه باه نبداو سيدي نطلقوها هذيا تتوكل على روح اللحمه نحركوها شويه باش تاخذ شويه زيت معناها ما تلصقش لا فوالا كيما نشوفوها تبدا اللحمه نتاعنا من بعديك ركزوا مع القطر نتاعها تشوفوا انه بشي صغار خلينا نجيب متر ونحسبوها الحكايه هاكا باش نصبت لكم سيونتيفيكمون معناها اللي الشيء هذا صحيح خلينا نقيسوا الديامتر نتاعها الديامتر نتاعها هاكا من 150 لل 159 ونص معناتها 11 سنتي ونص فهمتي تو هيك من بعد نعاودو نرجعو نعملو طلة ونشوفو قداش ولا الديامتر باه بالنسبة للحمة نتاعنا الولاد ماذا بينا ما نقلبوهاش برشا مرات ماذا بينا مرتين أربعة ماكسيموم تتقلب فهمتني باه وقت اللي الشيء هذا قاعد يصير يا الولاد شنو نعملو احنا البصل نتاعنا تاخذوه بعد شويه على خاطر البصل يحب له اقل وقت من اللحم باش يطيب دونك البصل يجي من بعد باش ما يبردش فهمتي ماذا بينا ما يكونش بارد ماذا بيا كل شيء يكون جو احلى جو اوكي نخليو اللحم على شيرة ونرجعو للخبزه نتاعنا اجاو عم نطلع الخبزه نتاعنا من بعد هذيا ندخل البصل نجيو الخبزه نتاعنا مره اخرى لهنا فهمتني المايونيز تو مايونيز لحظة لأنه محلول ولا لا مش محلول ديما يحاول يحشيها معايا بالفازة هذيا من المرة هذيا تفطنت له يعني كنت أنا السباق باهي سيدي ضربة مايونيز فهمتني ما نكثروش برشا على خاطر اللحمة ديجا فيها برشا ماء فهمتني وباش يولي برشا تظل بيت معناتها البرجر اللي حاجه ما نحبوهاش نعرفوا ان الناس كل وقت اللي تمشيو لحانوت كاسكروتات ماذا بيهم يشدك الكاسكروت ويبلع ويحط فيه الماكسيموم بوسيبل نتاع المكونات ولكن صدقوني مش باهي الشيء هذايا فهمتني وقت اللي وحدكم تبداو تعملوا كاسكروتات وتوليو تطيبوا الى اخره تتفهموا ان ثم اكيليبر ثم بالونس كل شيء لازم يكون متوازن في الدنيا هذي حتى الكاسكروت نتاعكم بس اللحمه نتاعنا قاعده تطيب طويله تويك السؤال سي فؤاد كيفاش نعرف وقتاش لازم نقلبوا اللحمه نتاعنا سؤال باهي برشا انا فرحان انكم سالتوا خلينا نوريكم باه كيما تشوفوا اللحمه نتاعنا من لوطه بدات تولي كولور نتاعها بني اما من فوق مازالت حمراء احنا ماذا بين البني هذاك يقرب شويه للنص مش يوصل للنص دوب ما يقرب شويه للنص وقت نقلبوها فهمت اللي هو فور لو مومون هو وقته لا فوالا لا فوالا كوم الي بيل كوم الي مانيفيك كوم الي سوبليم كوم الي بزاف كيما قلت لكم بكري كعبت البصل لي فوالا هاكم بس خلينا نرجع الخبزه اجاو معايا الخبزه مره الخبزه نتاعي طويكا حطينا المايونيز فهمتني توا يجي وقت الخس نعطوها فرشه خس كيما هكاك نلموها شويه على بعضها ماذا بينا تقعد خارجه شويه زاد باش تظهر مزيانه فهمتني يس في البرك ديجا كان لاحظتوا معناتها هذايا كل زايد طلع
خليني نرجع الفريجيدير به. ومن بعد تتحط كعبة البرجر لهني، ومن بعد فوقها كعبة الطماطم وفوقها البصل، ومن بعد هيك نسكروا بالشيء هذا ايزي بيزي. فهمتني؟ ابا ابا ابا. وبدت تصغر، ما نعرفش كان حلبتولها ولا ما بدت تصغر. خليني نعمل طله، ترى نعمل تحس روحي نيك في تي بي في الفيزيك. وين الميكرو؟ تذكروا اللي احنا بديناها 11 ونص طويكه 9 ونص، اظن 2 سنتيم معناها مشاو. والسؤال كما برشا نتصور باش تسالوا، يقول لك علاش معنا الشيء هذا صار؟ كما قلت لكم على خاطر الماء قاعد يتبخر معناها منا، وتعرف وقت اللي الماء يتبخر من حاجه. وذيك هي الحاجه اللي بصراحه انا واحد الناس فاجئتني في البرجر، وانا كنت متخيل حاجه معقده ولازم كوجينه وشيف ورزبي والى اخره، ومن الحق تبينت حاجه سهله برشا، حاجه بسيطه جدا، اكله بنينه، اكله مامو سكسي لو برجر هذا، في اللي تحق له كل، فيها الكربوهيدرات، فيه البروتينات، فيه الفات، فيه الشحم الصحي، فيه الشحم اللي كزبي من مايونيز، فيه كل شيء، فيه كل شيء. هو يمثل الحياه، الحياه فيها الباهي والخايب، الحلو والمر، حتىك شيء تعدى ال نسيت المثل، مش بس خليني نوريكم طويكة حاجه مهمه جدا. وكما تلاحظوا لهنا في البصل اللي ريتوه كيفاش قشر بتنشق، هذاك معناها تعرف اللي هو قريب يطيب. فبالتالي نقلب البصل نتاعنا، ولا تقلب البصل، فهمتني؟ وشوف كيفاش اوتوماتيكمون القشره تتنحى منه، ريت كيفاش تك هكا. وحتى هذيا حتني كم في سيب عاد يزي عاد ضحكني قدام الناس. بالنسبه للحمه نتاعي طويله، نقلبوها لاخر مره، فهمتني؟ فوالا كما تلاحظوا. به شباب طويكة، نجيو للجبن نتاعنا اللي هي اخر مرحله في البرجر، فهمتني؟ ان شاء الله كان حب يتحل هذا. ناخذوا الشريحه نتاعنا نتاع الجبن، نخلوها مليح، فهمتني؟ ديما عندها فازه هذيك اللي تتقص بريكفاست تاع، ان شاء الله ما تعمل هذيش تو. هاي به بروفيسيونيتها. نقلبوها اللحمه تاعو نتاعنا، ونحطوا جبننا ذا فوقها، هاي سايبه دملص يتنحى. ولا شوف كيفاش محلات تفرش عليها الجبنه هذيك. طويت الاولاد، فما سر مهم برشا برشا، هو الشيء هذا نغطيوها طويكة باش البخار معناها اللي خارج من الطبخه نتاعنا الكل يذوب الجبن، فهمني؟ خاطر كان باش تخلي الجبن وحده تستناه يذوب، فما بوسيبيليتي انه اللحمه تتحرق قبل ما الجبن يذوب، فهمتني؟ دونك تولي تعمل هكاك. فوالا ريت كيفاش جابت الجبنه معناتها سي بون. نجيو طويكة شباب لهنا كيما فسرت لكم من بكري، وناخذوا كعبه البرجر نتاعنا، اولا لا اولا لا هو البصل باش تحطوه من بعد. راه هيك كعبة البرجر شفتوه كيفاش تحطت سو نايس سو تايت، فهمتني؟ كعبة الطماطم تويك تك تك، فهمتني؟ و فينالمون نوتخ بصل، نوتخ بصل كي فا تيتر على على ريغور دو لا ستيكولاسيون. فوالا فهمتني؟ نسكروا عليها طويكة من هنا. ولا لا ولا لا مسيو، او مون ديو، او ماي جود، يا زبي نيك، تفرج 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 وتامل واعشق. شوفك الوهره، شوفك الجبن كيفاش دايب، شوفك اللحمه كيفاش تلمع تقرمش، كعبه الليتو كيفاش خارجه، الطماطم شاده البنيه الكل، وكعبات البصل دايبين كيما الكراميل كيما السم في العسل. وشو محلاها القبعه الفوقانيه، هذا يا حبيبي برجر بامتياز. اذا هذه هي كانت الوصفه نتاعنا شباب اليوم، السكسي لوف برجر، فهمتني؟
نصور ونوريك بدات تسيل ديجا نتاعي من تو فهمني ها نصور انا الشيء هذا يعجبكم اعملوا طلع جربوها بالرسمي حاجه ساهله برشا فهمني وخلونا الاراء نتاعكم في الكومنتات اسكو عجبتكم اسكو جربتوها اسكو باش تجربوها فهمني قداش مستعدين تخلصوا على برجر كنا هيك مطبوخ بالايادي هذه نتاعي فهمني وولا شكرا شباب على حسن متابعه السيمانه نشوفكم في الفيديو الجاي الى اللقاء.